تركا ألغازا أكثر من الأجوبة، لم يقدما إجابات واضحة حول مستقبل نقاط المراقبة التركية، ولا مصير المهجرين من مناطقهم، ولا خطة عملية لتفكيك المنظمات الإرهابية. الاتفاق جاء قصيرا مقتضبا مجهول المعالم في معظم أركانه. إنها نهاية القمة التركية الروسية المنتظرة في موسكو، وما إن انتهت هذه القمة حتى بدأت الأسئلة أكثر من ذي قبل. حلقة خاصة مما تبقى، حياكم الله. أعلن رئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أعلنا أنهما توصلا إلى حزمة قرارات تهدف إلى تخفيف التوتر وإنهائه في مدينة إدلب. يقول الرئيس الروسي إن المباحثات مع الأتراك توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة. من جانبه يؤكد الرئيس التركي أن العلاقات مع موسكو مستمرة حول العملية السياسية في سوريا وملف شرق الفرات. نتابع أهم ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي ونعود بعدها للنقاش. Başkanı, saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Gelişmeleri ele al. Yaklaşık Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi معنا من مرسين للتعليق حول ما جاء في القمة الروسية التركية الصحفي أحمد حسن، الصحفي المختص بالشأن التركي. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. تعليقك المبدئي على بنود أو على ما سمعته في موسكو. أول شيء هذا اتفاق على ألا يتفقوا في خصوص إدلب. يعني هم ذهبوا إلى هم دخلوا في حرب في سوريا في إدلب بناء على طلبات محددة. أول طلب من هذه الطلبات انسحاب النظام إلى خطوط سوتشي الأولى. ثاني طلب من هذه الطلبات عدم تهديد الأمن القومي التركي بموجة هجرة جديدة. ثالث هدف من هذه الأهداف التركية أن النظام لم يعد فقط يهدد الأمن القومي، بل صار يهدد حكومة ودولة تركيا بسبب أنه تسبب باستشهاد عدد كبير من الشهداء. إذا لاحظنا هذه الخطوة وهذه الحركة التي عملتها تركيا في موسكو، نلاحظ أنها ما ليس لها علاقة أبدا بعملية درع الربيع التي أطلقتها تركيا. لذلك أنا بالنسبة لي وبالنسبة للكثير هو اتفاق يحمل في بذوره التصعيد أكثر من التهدئة، بتوقعي أنهم اتفقوا على أن يأخذوا نفس من أجل حرب أكبر في الأيام القادمة. طيب البعض يقول لك لا، هذا الكلام ربما ليس صحيحا أستاذ أحمد، يعني هو موقف الدولة التركية يعني موقفها ضعيف والجماعة خلاص وافقوا على هذا الأمر، و يعني إلى فترات لا يعلمها إلا الله، ومن ثم نعود ونتفق مرة أخرى، وفي ظل يعني نفس المسيرة التركية على مدار سنوات بالنسبة لسوتشي وأستنا، وأتى هذا اتفاق موسكو. هذا الكلام لا يمكن لحزب العدالة والرئيس التركي أن يجيب عليه أمام المعارضة الداخلية،
لأنهم سيسألونه سؤال محدد، إذا كان الطلب من موسكو هذا الاتفاق. هم كانوا يعرضون هذه الصيغة من أول يوم، فلماذا نحن قدمنا كل هذه الشهداء؟ طيب وماذا سيجيبهم برأيك؟ الإجابة أن البراغماتية التي حكمت هذا الاتفاق هي فقط بسبب منع التصادم أو منع حصول حرب موسعة في سوريا تؤدي إلى التصادم بين تركيا وروسيا. أنا بقناعتي أن هذه التحركات التركية تعتمد على ذهاء سياسي هدفه استدراج الأسد إلى أمور أوسع من الخطوات التي عملها. ما هي يعني ما هي الآن هناك جندي؟ وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل جنديين تركيين الآن. نعم. قبل لحظات، وإصابة ثلاثة، والطيران. نعم. يقصف في جبل الزاوية. نعم. ما الذي ينتظر الأتراك أن يحدث أكثر من هذا وقتل لهم عشرات الجنود؟ ماذا تنتظر أنقرة؟ حاليا أنقرة تنتظر اتجاهات أخرى ليست لها علاقة بالساحة الداخلية السورية. بقناعتي أن هناك تفاهمات محددة مع الاتحاد الأوروبي، مع الناتو، مع الولايات المتحدة لم تنضج بعد، بحيث تكون تركيا قادرة على عملية عسكرية موسعة في سوريا تراعي كل الاحتمالات. فإذا أخذت هدنة هدفها كسب الوقت من أجل إنضاج هذه التفاهمات التي أشار إليها اليوم جيمس جيفري بتفاصيل كثيرة. يعني إذا لاحظنا أن مسألة المنطقة الآمنة التركية باتت تتداول عند الاتحاد الأوروبي وتتداول عند الرؤساء في دول الاتحاد الأوروبي، تتداول على صعيد الناتو، تتداول على صعيد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وهذا هو كله من أجل إنضاج تشابكات دولية تطلبها تركيا، بنفس الوقت تكسب أيضاً تصحيح علاقتها مع المعارضة وعلاقة المعارضة مع تركيا، لأن الفصائل أثبتت. طيب. سوء إدارة كاملة في العمليات الداخلية. جيد جدا. يعني أنت تقول الآن حتى ألخص كلامك، تركيا ذهبت إلى موسكو ووقعت على هذا الاتفاق، سمه ما شئت، كسبا لمزيد من الوقت حتى تدخل مجددا في خطة جديدة في سوريا برفقة الأتراك والنيتو. هل هذا كلام صحيح؟ نعم تماما. وحل مشكلة أخرى صادفت تركيا، هي تفاجأت تركيا بشكل ما بسوء التنظيم المتواجد عند الفصائل، ولاحظنا ذلك حيث أن الطيران التركي أو المدفعية التركية حققت مكاسب جيدة جدا للمعارضة، لكن للأسف لم يتم تحويلها في الميدان إلى سيطرة أو أمور أخرى. إذن الأتراك يعملون على الخارج والداخل تماما، حتى يعني يقدمون على الخطوة التالية. طيب السؤال يقول. نعم. لك وهل الروس إلى هذه الدرجة يعني مستغفلون حتى يسمحوا للأتراك باللعب بهم بهذه الطريقة؟ الروس يعملون نفس الشيء. إذا لاحظنا عدد السفن التي دخلت إلى سوريا، هذه سوف نأتي عليها بعد دقائق إذا سمحت لي. نعم. سوف نأتي عليها. يعني إذا لاحظنا كلام بشار الأسد البارحة مع التلفزيون الروسي فيه تصعيد كامل، الرجل يقول أريد أن أدخل إلى إدلب، وبعد إدلب أريد أن أواجه الأمريكان في شرق الفرات، يقولها صراحة وبلا أبدا، يقولها علنا وفي الإعلام. طيب موسكو ما الذي بيديها حتى يعني أيضا حتى تهرب من هذا يعني المازق التركي كما تصوره أنت؟ ما الذي بيديها حاليا موسكو الأولوية لها الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا بشكل ما. يعني أنا اليوم مثلا وفد تركي ذهب إلى موسكو بشأن هدنة في إدلب، وزير الخزانة ما علاقته في الموضوع مثلا؟ ما علاقته؟ يعني حضور وفد كبير من أجل اتفاق هزيل بعدة نقاط يمكن أن يعمل عليه الهيئة الفنية التي كانت تحضر الاجتماعات. طيب يعني حضر فعلا هذا السؤال برأيك، ما علاقة البيرات البيرق؟ لماذا يذهب إلى هناك؟ الموضوع متعلق بمصالح تجارية تتعلق ربما بالمنطقة الآمنة، ربما تتعلق بالمساعدات الإنسانية. إذا لاحظنا أن موسكو دعمت تركيا بخصوص اتفاقية التفويض الجديدة التي حصلت للأمم المتحدة، يعني عطوهم اتفاقية مدتها 6 أشهر وعطوا معبرين فقط من تركيا فقط ومنعوا باقي المعابر. فهذا الموضوع له علاقة أمور تجارية،
الطرق التجارية، تفصيل الطرق التجارية، آلية العمل في الطرق التجارية، يعني فقط خطوط عامة، لكن الشيطان يكمن في هذه التفاصيل الصغيرة. يا ترى هل في التفاصيل الصغيرة ما يقنع الأتراك أن المكسب معهم؟ طيب البعض سوف أعرض عليك وجهة نظر أخرى، يقول البعض لا، الأتراك الروس لهم دالة على الأتراك في مسألة الانقلاب، وقبيل الانقلاب موقفهم كان موقفا صميميا قويا جدا مع الدولة التركية، بالتالي أنقرة تثق أكثر بموسكو من الغرب، من الناتو، من الأوروبيين، من واشنطن. هؤلاء دبروا محاولة الانقلاب في 2017، أنقرة تثق بموسكو. حاليا الذي حصل في عملية إدلب أن أنقرة لم تعد تثق بأي جهة دولية، وصارت تثق بمصالحها فقط، والدليل على ذلك أن أنقرة اختبرت خطوط الاشتباك مع الروس أيضا، وأدخلت السلاح وهذا السلاح النوعي الذي أدخلته إلى إدلب قامت بتجريبه على منظومات بشار الأسد الروسية بالذات لاختبار مدى متانة العلاقات مع روسيا، وهل مصالح روسيا مع تركيا أهم من مصالحها مع بشار. وبناء على هذه الخطوات التي اختبرتها تركيا، أنا أظن أن التصعيد القادم سيعتمد على هذه الثقة الجزئية التي حصلت بالروس أنهم ممكن أن يكونوا محايدين في حال قررت تركيا القيام بعملية عسكرية موسعة. طيب سوف أسألك عن هذه مسألة أنه موسكو يمكن أن تكون محايدة، لكن الخطوة القادمة، التصعيد التركي القادم يفترض مساندة أمريكية أوروبية قوية على الأرض، وهذه ربما لا تحصل، ربما لا تحصل هذه. إذا استندنا إلى آلية القرار الأمريكي والمؤسسات التي هي بشكل ما تعترض على علاقات تركيا مع روسيا، فسنجد أن الدعم الأمريكي لتركيا سيكون من تحت الطاولة، وحصرا سيكون للمعارضة. وهذا الأمر يعني يدلل عليه ما يقوم به جيمس جيفري؟ تماما. الآن جيمس جيفري يعني يتكلم بكلام واضح وصريح، وحتى زيارة إدلب يعني لها مؤشرات عدة ستظهر في الأيام القادمة القليلة. البعض يقول ربما زيارة جيمس جيفري هي فقط لزيادة الشرخ بين الروس والأتراك، يعني هم يلعبون دور الفتنة وفي النهاية لن يساعدوا الأتراك. حاليا تركيا اختارت الهدنة بهذه الطريقة التي ستكلفها سياسيا في الداخل قبل الخارج أمام المعارضة، اختارتها بهدف اختبار الصبر الأوروبي على المهاجرين الذين فتحهم الرئيس أردوغان باتجاه أوروبا، الصبر الأمريكي على المحاولات التركية من أجل الحصول على منطقة آمنة تشمل جزء من شرق الفرات أيضا. طيب الآن اسمح لي، ابقى معي أستاذ أحمد حسن، سوف نعرض مدى عن ردة فعل الروس والتي أشرت إليها، يعني إدخال السفن عبر مضيق البوسفور. ابقى معي لو تكرمت. نشرت وكالة رويترز تحليلا لبيانات الرحلات الجوية ومراقبة الملاحة في مضيق البوسفور التركي، أظهر التحليل بدء روسيا زيادة الشحنات البحرية والجوية إلى سوريا منذ 28 من شباط الفات بعد يوم واحد من مقتل 34 جنديا تركيا في إدلب. من السفن الروسية التي كشفت عنها رويترز سفينة أورسك التي باستطاعتها حمل 20 دبابة و50 شاحنة بالإضافة إلى 400 جندي. الآن الأتراك من جهتهم واصلوا تعزيزاتهم العسكرية غير المسبوقة إلى مناطق الشمال السوري، استخدمت المسيرات المسمى بالبيرقدار. البيرقدار الآن أشهر من نار علم هذه التي حصدتهم حظا باعتراف جماعة حزب الله واعتراف جماعة الميليشيات الإيرانية كذلك.
مزدحم المضيق البوسفور، مزدحم جدا. أعود للصحفي المختص بشأن التركي الأستاذ أحمد حسن عبر سكايب من مرسين، مرحبا بك مجددا. الروس يعني عبروا بسفنهم خلال الأيام الفائتة، تشعر قبل أن يغلق المضيق، البعض يقول ربما هذا الأمر استباقا للتصعيد، يعني عبروا بسفنهم، عبروا بمنظوماتهم، واليوم الآن بعد التوقيع يقتلون جنديين تركيين. أليس الروس يقولون نحن كعبنا الأعلى، نحن من نملك الميدان، والأتراك ليس لهم إلا توقيع؟ للأسف يعني لا يمكن أن ننظر إلى الوضع السوري فقط عن طريق إدلب. روسيا تراعي أمور أخرى قد تغيب عن الكثير حاليا بسبب انشغال الناس الآن في سراقب وإدلب والحالة التركية. إذا قرأنا لمراكز الأبحاث الأمريكية أو الروسية أو الغربية نلاحظ أن الكثير منهم يحذر من عودة الصراع في الأرض السورية كاملة بسبب هشاشة الجيش السوري، والذي تسببت المقتلة التركية في كثير من في إنهاء كثير من منظوماته أيضا. روسيا تعرف تماما أن العمل الجوي فقط لم يعد مساعدا لبقائها في سوريا، تحتاج إلى عمليات أرضية. يعني الجنوب مهدد، الغوطة مهددة، حلب مهددة، حمص مهددة، حتى العاصمة مهددة، حتى على صعيد العناصر العسكرية التي جمعها النظام مما هب وذب. هؤلاء سيأتي يوم من الأيام يرفعون الرأس على الدولة التي احتضنتهم أو التي استعانت بهم. هذه الحسابات كلها تحسبها البعض روسيا. يقول هذا تمنيات يا أستاذي، هذا تمنيات. يعني على الأرض الواقع الآن الروس هم سادة الميدان، يقتلون جنود أتراك بعد التوقيع. ما الداعي لهذا الأمر؟ هل هو الصلب؟ هل هو يعني تمنيات. أقول لك بصريح العبارة، لو أراد الروس منع الأتراك من إدخال عتادهم إلى سوريا إلى إدلب كان منعوهم. لماذا سمحوا لهم؟ سمحوا لهم مثل ما أقول لك، الروس سيؤدبون الجماعات الغير منضبطة الذين عندهم، والأتراك سيقومون بتأديب الجماعات غير المنضبطة الموجودة في المعارضة. هذه في النهاية كل الناس تعرفها. طيب، والوزير الخارجية التركي قال هناك تنظيمات إرهابية. يعني نعم، هذه كل الناس. طيب جيد، يعني تركيا تتكفل بالهيئة وموسكو تتكفل بالميليشيات؟ لا أتكلم فقط عن الهيئة، أتحدث عن مرحلة قادمة بعد أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، مرحلة العملية السياسية سيتم فيها بشكل ما ضبط كل العناصر العسكرية المتواجدة في الأرض السورية. روسيا تؤدب الميليشيات الإيرانية، تؤدب الميليشيات الرديفة، تؤدب الميليشيات التي لا تنضبط، أمريكا تؤدب الميليشيات الكردية التي لا تنضبط، وتركيا مسؤوليتها في المناطق التي تتواجد فيها أن تقوم بضبط الأوضاع العسكرية. أمريكا تريد من موسكو وأنقرة أن تتفقا أم لا؟ حاليا سأقول لك كلمة. الدول حاليا هي من تتولى المسألة السورية، ولم يعد المعارضة أو النظام من يتولاها. طيب، لذلك لا حل في سوريا بدون أمريكا وروسيا وتركيا. وإيران؟ إيران هي جزء من المشكلة وجزء من الحل، لكنه غير مؤثر. إيران لها دور في العراق، أما في سوريا بسبب الوضع الإقليمي والتشابكات الكثيرة دور روسيا أهم من إيران في سوريا. طيب، الروس ربما هذا الكلام لا، يعني كيف وهم احتلوا سراقب أصلا بالميليشيات الإيرانية، شريك استراتيجي على الأرض الإيرانيون؟ سأقول لك، حاليا المنظور التركي مختلف. تركيا تنظر إلى الأمر كالتالي، ربما الروس قوة عسكرية عند النظام، لكن تركيا بخصوص الطرق الدولية قوة اقتصادية لا يمكن للروس إهمالها قطعا في الطرق الدولية. يعني أي حياة اقتصادية للنظام مرتبطة كلها بتركيا، حتى اتفاقاته مع الخليج إن تجاوزت العقوبات الأمريكية وحصل اتفاق فهي مرتبطة بخط الترانزيت الدولي من تركيا إلى الخليج وبالعكس. فإذا تركيا بيدها يعني نعم، تركيا بيدها أوراق كثيرة، ولذلك أقول لك النظر من جانب عسكري فقط خطأ. حاليا تركيا تجادل أن تستفيد من كافة الأوراق. دعني أقول لك مسألة مهمة، لو أرادت تركيا الاستثمار في الجانب العسكري لما اهتم الإعلام التركي بالحدود اليونانية أكثر من إدلب. طيب،
إذا تركيا تشتغل على أكثر من جبهة، تشتغل على عدة محاور. تركيا الآن تقول للجميع سأضعكم في مواجهة المشاكل التي صنعتموها للدولة التركية، وهي بناء عليه أخذت يعني التقطت الأنفاس في موسكو اليوم. تماما. حاليا دعني أقول لك أمرا آخر، الآن اختبار للنظام الرئاسي الذي هو في المرحلة الانتقالية. اختبار صعب جدا. الآن صنع القرار، آلية صنع القرار، آلية تنفيذ القرار، آلية عمل الرئيس، يعني المعارضة تختبر هذا النظام الرئاسي، الدول الأوروبية تختبر هذا النظام الرئاسي، كذلك بوتين عنده نظام جديد يعمل على دستوره حاليا وهو في المرحلة الانتقالية. الأمور حساسة جدا وهي لعب على الحافة. طيب وأنت تقول هذا الأمر بالنسبة للداخل التركي، الوضع هو لعب على الحافة واختبار للنظام الرئاسي الجديد، وفقا لمجريات الأحداث وخسارة الجنود الأتراك، الدم التركي المراق، اليوم يقتل جنديان ثم توقع أنقرة، ألا تعتقد أنه هذه مغامرة عظيمة أمام المعارضة والشارع التركي؟ نحن الآن لازلنا في الخطوط العريضة. إذا لاحظت في المؤتمر نفسه أكد الرئيس أردوغان أنه لا انسحاب تركي من سوريا حتى انتهاء العملية السياسية. طيب في نفس المؤتمر أيضا أكد أن تركيا والعناصر العسكريين الموجودين في النقاط وفي إدلب سيقومون بالرد فوريا على أي انتهاك. إذن الاتفاق لا يشمل سحب النقاط، لا يشمل سحب العناصر العسكرية. حتى الآن مصير عملية درع الربيع ليس واردة. هل هناك ملحقات لهذا الاتفاق؟ هل هناك ملحقات؟ لم نفهم شيء من هذا الاتفاق بصراحة. سنقول لك 6 ساعات اجتماع، أكيد تفاصيل كثيرة. هذه التفاصيل ليست مرتبطة بثلاث خطوط، يعني حتى الآن مثلا شكل الدوريات التي على الخطوط الدولية، آلية العمل على الخطوط الدولية، مصير هيئة تحرير الشام، مصير الجماعات التي تعتبرها إرهابية. مثلا بعد هذا الاتفاق هل يحق لروسيا أن مثلا أن تقوم بعمليات في إدلب؟ طيب. بناء على طيارة مسيرة جاءت إلى حينين من جهة. هو الوقت أستاذ أحمد يدهمنا، يعني كل هذه التفاصيل، كل هذه التفاصيل التي تفضلت بها الآن سوف تدخل أنقرة في دوامة موسكو واللجان والتفاوضات ولجان فنية وعسكرية. أنا بقناعتي هذه الدوامة دخلت فيها تركيا من 20 يوم ولم تصل إلى نتيجة. لذلك تركيا تعرف وروسيا تعرف أن الهدنة ستخترق قريبا جدا وسيكون التصعيد هو الحاسم. طيب ابقى معي حتى نعرض مادة عن، وأنت ذكرت عن موضوع شغل التركي على المستوى الأوروبي ومستوى قضية اللاجئين. هيومان رايتس ووتش قالت أن على اليونان وشركائها في الاتحاد الأوروبي توفير استجابة جماعية لسياسة تركيا الجديدة القاضية بعدم وقف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون المغادرة نحو اليونان. المنظمة قالت أن على الاتحاد ضمان المعاملة الإنسانية الكريمة لجميع المهاجرين. نتابع المادة.
عودة إلى مرسينو الأستاذ أحمد حسن. أستاذ أحمد مرحبا مجددا، الوقت أوشك على النهاية. هل يعول على الأوروبيين أو اقتنع الأوروبيون عن طريق الضغط التركي بضرورة إنشاء منطقة آمنة داخل إدلب وإبقاء السوريين فيها وعدم رؤيتهم في أوروبا؟ حاليا الأوروبيون يلعبون مثل الروس على الأتراك، يقولون نحن مقتنعون وحقكم في ذلك، لكننا لا نملك أدوات بناء منطقة آمنة. حتى الناتو قال لدي يمكن أن ندعم منطقة آمنة لكننا لا نملك أدوات المنطقة الآمنة. طيب يعني نعم تفضل أكمل فكرتك. جيمس جيفري قال نحن ندعم المنطقة الآمنة وكذا وكذا وأعاد وقال ونحتاج قرارا دوليا، يعني الدوامة يريدون أن يدخلوا تركيا في دوامة القرارات وانتظروا كذا والرؤية اللوجستية ومن الذي سيتولى الإشراف على المنطقة الآمنة ومن الذي سيتولى تأمين المنطقة الآمنة وهذه الإجراءات. طيب انتهى الوقت تماما باختصار شديد، اتفاق موسكو بين روسيا وتركيا ليس اتفاقا؟ ليس اتفاقا بل هو تصعيد وحرب بالوكالة. متى سيبدأ التصعيد برأيك؟ المعارضة إن عرفت الاستثمار في هذا الاتفاق الهزيل ستكون هل ستعرف؟ هل تعلمت المعارضة؟ للأسف لا بوادر على ذلك. الصحفي المختص بشأن التركي أستاذ أحمد حسن شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر سكايب من مرسين. انتهى ما تبقى الأحد القادم بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد، يا أمان الله.